السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هنتكلم مع بعض النهاردة في الفصل التاسع، وهو تكلفة رأس المال. طيب، موضوع تكلفة رأس المال، أول حاجة لازم نعرف إيه هو مفهوم الكابيتال ستراكشر، أو مفهوم أو الكونسبت بتاعنا أو ديسكريبشن بتاعنا للكابيتال ستراكشر، هيكل رأس المال. هيكل رأس المال عبارة عن إيه؟ عبارة عن مصادر تمويل طويلة الأجل، سواء كان في شكل حقوق ملكية اللي هي أسهم عادية وأسهم ممتازة، أو في شكل أموال مقترضة اللي هو قروض طويلة الأجل وسندات. يبقى مفهوم هيكل رأس المال هو عبارة عن مصادر التمويل طويلة الأجل، مصادر التمويل مالها طويلة الأجل، سواء قلنا في شكل حقوق ملكية أسهم عادية وأسهم ممتازة، أو في شكل أموال مقترضة قروض طويلة الأجل وسندات. طيب، نتكلم مع بعض ان احنا ازاي نحسب تكلفة هيكل رأس المال. عندنا كذا تكلفة هنشرحها مع بعض: تكلفة الأسهم الممتازة، وتكلفة الأسهم العادية، وتكلفة الأرباح المحتجزة، وكان عندنا تكلفة السندات وهي مش مقررة عليكم. بس احنا نبدأ بقى أول واحدة، تكلفة حساب الأسهم الممتازة. طيب، هو أصحاب الأسهم الممتازة بيحصلوا على توزيعات؟ هل توزيعاتهم متغيرة ولا ثابتة؟ ثابتة. يبقى احنا هنحسب هنا تكلفة الأسهم الممتازة اللي بيحصل عليها أصحاب الأسهم الممتازة على توزيعات أرباح ثابتة. طيب، في حال إصدار أسهم ممتازة جديدة، هنا السهم لم يطرح من قبل في السوق، يعني ملهوش قيمة سوقية، وبالتالي يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ يعني لما أجي أحسب تكلفة الأسهم الممتازة أقول توزيعات الأرباح على صافي حصيلة الطرح، لأنه ملهوش أصلا الأسهم الممتازة ملهاش قيمة سوقية من قبل. طيب، توزيعات الأرباح نقدر نجيبها ازاي؟ هي طبعا القيمة الاسمية في معدل او نسبة التوزيع، في معدل التوزيعات او نسبة التوزيع بتاعت الارباح. صفحة الطرح اجيبه ازاي؟ عبارة عن القيمة الاسمية ناقص اي تكاليف، واي تكاليف اصدار او خصم اصدار، وزائد اي ايرادات او اي علاوات في المسألة. طيب، شوف تمييز مع بعض. بفرض ان احد الشركات قامت باصدار اسهم ممتازة لتمويل احد مشروعاتها، وكانت القيمة الاسمية للسهم 200 جنيه، ومعدل نمو معدل توزيعات الأرباح 20%، وتكلفة الطرح 6 جنيه للسهم، عايز تكلفة الأسهم الممتازة. طيب، تكلفة الأسهم الممتازة عبارة عن إيه؟ توزيعات الأرباح. هل توزيعات الأرباح مديهالك؟ لأ، مش مديهاني. يبقى هقول القيمة الإسمية 200 في 20% اللي هو معدل التوزيعات يديني توزيعات الأرباح. طيب، تحت صافي حصيلة الطرح، حصيلة الطرح هجيبها إزاي؟ القيمة الإسمية اللي هي 200 أطرح منها أي تكاليف هو مديهالك في المسألة. تكاليف الطرح كام؟ 6. يبقى 200 ناقص 6 في الحالة دي يديني 20.6%. طيب، في حالة الأسهم التي تم إصدارها سابقا، نحسب تكلفة الأسهم الممتازة إزاي؟ توزيعات الأرباح على القيمة الإيه؟ السوقية. ليه؟ لأنها تم إصدارها سابقا، وبالتالي ليها قيمة سوقية. يعني الشركة أصدرت أسهم ممتازة كام؟ 150، معدل توزيعات 18، يبقى اضرب 150 في 18 يديني توزيعات الارباح، وقال لك ليها قيمه ايه؟ سوقيه. يبقى خلاص هتقسم على القيمه السوقيه. ليه؟ لان الاسهم هنا كان تم اصدارها من قبل، يبقى تحط على القيمه السوقيه اللي هي 90، وبالتالي اقدر اجيب تكلفه الاسهم الممتازه. طيب، ده الموضوع او الجزء الاول. الجزء الثاني، بنحسب تكلفه الاسهم العاديه. تكلفه الاسهم العاديه بنحسبها بطريقتين، عبارة عن التوزيعات النقدية على سعر الشراء زائد معدل النمو. التوزيعات النقدية العام القادم على سعر الشراء زائد معدل النمو. طيب، لو أنا عندي السعر الحالي 30 جنيه في تمين، ويقول لي في توزيعات نقدية 8 جنيه لكل سهم في العام القادم، دي التوزيعات أول العام القادم كام؟ 8، ومديني السعر 30، ومديك معدل النمو 15، عايز تكلفة الاعتماد على الأسهم العادية. مسألة دايركت جدا. يبقى أقول التوزيعات النقدية 8 على السعر اللي هو 30 زائد معدل النمو اللي هو 15% يديني 31.6%. طيب، في حالة إن احنا هنصدر أسهم جديدة، في الحالة زي كده هنقول توزيعات الأرباح اللي هي مثلا عندنا في التمويل فيها 8 على بقى إيه؟ على صافي حصيلة الطرح. يبقى في حالة إن أنت أصدرت أسهم جديدة، مش هيبقى على سعر الشراء، لأ، هيبقى على صافي حصيلة الطرح زائد طبعا معدل النمو زي ما هو. طيب، طبعا تكلفة الأسهم العادية هي بنحسبها من خلال نموذج تسعير الأصول الرأسمالي.
اللي هو طبعا خدناها كتير في الفصل السادس، وخدنا عليها تمرين في الفصل الثامن، اللي هو العائد خالي المخاطر زائد بيتا السوق، نفتح قوس عائد السوق ناقص العائد خالي المخاطر. تكلفة الأرباح المحتجزة هي تكلفة الأسهم العادية. تكلفة الأرباح المحتجزة هي تكلفة الأسهم العادية. طيب هنتكلم كمان مع بعض على الواك، أو بيسميها الويتد افريج كوست اوف كابيتال، التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال، عن طريق إن احنا بنحسب الوزن النسبي ونضرب التكلفة في الوزن النسبي بتاعها ونجمع كل التكاليف ويديني التكلفة المرجحة. نشوف تمرين بيقول لي تمتلك شركة النور 200,000 سهم من الأسهم العادية، سعر السوق 30 جنيه، وكان هناك 15,000 سهم 15,000 سهم من الأسهم الممتازة. احنا عندنا أسهم ممتازة 15,000 سهم من الأسهم الممتازة بسعر السوق 32، يبقى أنا عندي أسهم عادية اللي هو 200,000 هضربهم في 30 يديني القيمة السوقية بتاعة الأسهم العادية، وعندي 15,000 سهم سهم ممتاز يعني أضربه في 32 يديني القيمة السوقية للأسهم الممتازة. طيب أصدرنا سندات بكام؟ 500,000، والقيمة السوقية 105%. طيب أنا أقدر أجيب ال 500,000 أضربهم في 105% يديني القيمة السوقية للسندات. طيب وكان العائد على وكان العائد حتى الاستحقاق للسندات 8%. طيب تكلفة حقوق الملكية 15%، وتكلفة الأسهم الممتازة 6%، ومعدل الضريبة 40%. احسب متوسط التكلفة المرجحة لك رأس المال. طيب أول حاجة لازم أجيب وزن نسبي. الوزن النسبي بنجيبه ازاي؟ بقسم كل قيمة من كل بند على إجمالي القيم السوقية، يبقى أحسب القيمة الإسمية للسهم العادي على إجمالي على المجموع بتاع المصادر كلها يديني وزنه نسبي قد إيه. طيب الأسهم العادية عبارة عن اللي هي عندنا في التمرين كانت ال 200,000 في 30 اداني ال اداني الستة مليون، والأسهم الممتازة الخمستاشر في الاتنين وتلاتين اداني 480، والسندات 500,000 في 105% اداني 525,000، اداني في الآخر مجموع 700,000 اداني 7 مليون و 7 مليون و 7,005,000. طيب اقسم بقى كل قيمة يعني 6 مليون على 7 مليون و 5,000 هيديني 85 و 65%، 480 على 7 مليون 5,000 يديني 86، 525,000 على ال 7 مليون و 5,000 يديني 7,49. طبعا مجموع الأوزان النسبية كلها طبعا بتساوي 100%. طيب هل في تكلفة مديهاني؟ اه نشوف التكلفة. التكلفة كان مديك السندات كام؟ 8. الأسهم الممتازة كام؟ الأسهم الممتازة مديهالك الأسهم الممتازة 6. تكلفة حقوق الملكية اللي هي تكلفة الأسهم العادية 15. طبعا تكلفة الأسهم العادية لو ما كانش مديهاني أقدر أجيبها، تكلفة الأسهم العادية اللي هي عبارة عن أيوة توزيعات في السنة القادمة على سعر الشراء زائد معدل النمو. الأسهم الممتازة لو ما كانش مديهاني كنت أقدر أجيبها، توزيعات الأرباح على معدل العائد المطلوب، و توزيعات الأرباح على صافي حصيلة الطرح، آسف. يبقى لو انا مش مديني تكلفة الاسهم ممتازة هقول توزيعات الارباح على صافي حصيلة الطرح، في الحالة زي كده اقدر اجيبها. طيب يبقى انا ما كانش مديني كنت اقدر اجيبها. اما السندات هو مديها لك كام تكلفة السندات؟ 8%، ولكن كان السندات حتى الاستحقاق، يبقى هقول 8% وفي 1 ناقص ال 40% اللي لازم تكون خصمت منها الضريبة، او 8% على طول في 60% يديك التكلفة بتاعة السندات اللي هي 4.8.
أضرب الوزن في التكلفة، يعني 85 و 65 بالمية في 15% هدي 12.48. ستة تكلفة الأسهم الممتازة الوزن النسبي 6.86 في 6% تكلفة المصدر يديني 0.41. السندات 7.49 في 4.8% يديني 35%. أجمع كل دول مع بعض يديني 13.56، وهي دي التكلفة المرجحة لهيكل رأس المال. وبكده نكون انتهينا من الفصل السادس. حسبنا في تكلفة الأسهم الممتازة التوزيعات على صفحة الطرح، تكلفة الأسهم العادية التوزيعات على سعر الشراء زائد معدل النمو، ولو أصدرنا أسهم جديدة يبقى سعر الشراء على صفحة الطرح زائد معدل النمو. حسبنا التكلفة المرجحة لرأس المال إن احنا بنضرب الوزن النسبي في كل تكلفة كل مصدر سواء أسهم عادية أو أسهم ممتازة، إن احنا بنجيب وزن نسبي، إن احنا نقسم القيمة السوقية لكل مصدر على مجموع المصادر يديني وزن نسبي لكل مصدر، أضربه في تكلفته، أسهم عادية وزنها في تكلفتها، أسهم ممتازة وزنها في تكلفتها، سندات وزنها في تكلفتها، وأبقى عارف إن السندات لازم تكون التكلفة بتاعتها خلية الضرايب، يعني أضرب فيه مكمل الضريبة، وبالتالي نكون خلصنا أو أنجزنا مع بعض الفصل التاسع. وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله في الفصل العاشر إن شاء الله في المرة القادمة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.